انت لو بتحب مصطفى بجد ايوه ما تروحش تبلغ، وادينا فرصه نكفر عن ذنبنا بان احنا ناخد بالنا من ابنه ومراته، ولا يا مختار؟ عين العقل يا سعد اخويا، عين العقل ولعلمك بقى موته ده علامه من ربنا. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا اتجننتوا؟ وعلامه ايه اللي بتتكلم عنها؟ طبعا علامه، امال موت مصطفى ده ساتر من ربنا على ذنبنا، زي ما يكون ربنا بيقول لنا كده روحوا هديكوا فرصه اخيره عشان تتوبوا. ما تحرمناش انت بقى من الفرصه دي يا اشرف، ده احنا اخواتك، ولو بتحبنا بجد ساعدنا في ان احنا نتوب. الله نورا، انت نمتي حبيبتي؟ ايوه يا ماما. في حاجه؟ لا ابدا، اصلي قلقانه ومش جاي لي نوم. قلقانه من ايه بس قوليلي؟ مش عارفه، حاسه ان انا مخنوقه وقلبي مقبوض مش عارفه ليه. هتشار عليك يا ماما، في ايه؟ قلقتيني. اخواتك قلقني قوي، دماغي عماله تجيب وتودي طول الليل، مش عارفه ارتاح. هما لسه تحت؟ ايوه، واقفلين على نفسهم وعمالين يتودودوا، مش عارفه بيعملوا ايه. يعني هيكونوا بيعملوا ايه يعني يا ماما؟ ما ده اللي مخوفني، خايفه يكونوا بيخططوا لاي حاجه يظلموا بيها نفسهم ويظلموا بيها غيرهم. زمان لما كانوا بيتجمعوا مع بعض كنت ببقى فرحانه بيهم قوي، كان ده بيتكلم مع ده وده بيشتكي لده وده بيساعد ده، انما دلوقتي اول ما بيتلموا بقول سترك يا رب. اخواتي كبروا يا ماما، وكل واحد فيهم بقى مسؤول عن نفسه، لا هينفع تمنعيه عن اللي في دماغه ولا هينفع تحرميه من مصروف لما يغلط زي زمان، خلاص بقوا رجاله. يا ريت يا ريت كانوا فضلوا عيال عشان كانوا يبقوا في حضني ولمهم زي زمان، يا ريت. كده بقى يبقى تمام التمام، بحسابات الورق والقلم المشروع هيكفي ويغطي التزاماته، ومن اول السنه الجديده كل المكسب صافي لينا. يا سلام، وانا دلوقتي بقى ابتديت اتفائل بالايام اللي جايه. ايوه الحان عروف بيه، كارثه كارثه. في ايه؟ اكتشفوا بقره الالفانزا تطير في مزرعتنا وشمعوها بالشمع الاحمر. ايه دي ظروف خارجه عن ارادتنا يا رؤوف بيه، كارثه طبيعيه زي البراكين والزلازل. طب والطلبيات اللي عندنا؟ اهدى يا رؤوف بيه، كل شيء وله حل، نروح نتفاهم معاهم، نديهم الفراخ العيانه ونسيب السليمه وسمعتنا وسط العملاء. ضروري الخبر ده انتشر والناس كلها عرفت بمصيبتنا. يا باشا هذا الموضوع لسه في اوله، يتلم في المديريه بقرشين ونخلص، ولا حد يدرى بينا. طب والعمل هنتصرف ازاي دلوقتي؟ رؤوف بيه رؤوف بيه، الفاكس ده لسه واصل حالا من الهند، بيبلغونا بالغاء التعاقد. يا دي المصيبه. طب والبنك؟ البنك هيطالبنا بسداد القروض وفوائدها، والعداد عمال يعد، هسد ده كله منين؟ انا كده رحت في ده. طارق حط كل اللي حلو وبقى عنده 20% من اسهم مصنع السكر. يعني خلاص جاب اخره؟ على الاخر، ده انا سمعت انه استلف فلوس من الناس عشان يكمل شراء الاسهم، اصل مكاسب المصنع جننته. حلو قوي. عايز بقى كام واحد من رجالتنا يطلعوا على اسامي البوليس ويعملوا محاضر يتهموا فيها مصنع البركه بان السكر بتاعه جاب لهم تسمم. تسمم؟ عايز الخبر ينتشر في الصحافه وفي الاعلام، عايزه يملى البلد. ايوه يا باشا، بس كده ممكن ياثر علينا، لان المصنع ده بيورد لنا. بالعكس، ده هياكد مصداقيه الشركه بتاعتنا، لان احنا نفسنا هنفسخ التعاقد مع مصنع البركه وهنتعاقد مع مصنع تاني. هو ده الكلام يا سعد باشا. وبكده مصنع البركه سمعته هتتهز، ومش بعيد يقفل فيها وكل المساهمين يضربوا تفليسه. عليك نور. حضرتك اللي عليك نور يا ابو مخ كبير، يا كايدهم. كايدهم وبس، ده انا هدمرهم. بانوا 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 على اصلكم، بانوا 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 على اصلكم، بانوا. النهارده بقى يوم من اسعد ايام حياتي. ساكته ليه؟ هقول ايه؟ المفروض تساليني مبسوط ليه؟ وهيفيد في ايه السؤال وانا عايشه معاك في تعاسه؟ بس المفروض ان سعادتي دي تبسطك.
مش ده لو انا كنت عايشه معاك سعيده اصلا. بطلي بقى الاسطوانه المشروخه اللي انت قرفاني بيها دي. انت بقيت مش حاسس بيا وبقى كل همك في نفسك. هي الدنيا كده يا حبيبتي، محدش بقى بيفكر في حد الا عشان يحفر له ويوقعه. ايه كل الشر ده؟ ده مش شر يا حبيبتي، ده قانون الزمن اللي احنا عايشين فيه، وانت اول واحده كنت ماشيه معايا بالقانون ده، بس للاسف طلعتي غبيه وما احترمتيش ذكائي زي الحيوان التاني اللي انا مبسوط بسببه النهارده. افتكر انه خلاص قضى عليا، ما يعرفش ان انا زي القطط بسبعة ارواح. كلكم اغبياء اغبياء. اصل الذكاء ده يا روحي نعمه، نعمه ربنا ما بيديهاش غير للي يختاره. يا بخت من قدر وعافي. ما هو برضه يا روحي اللي يغلط لازم ياخد جزاؤه، ده غير عقاب ربنا ليه في الاخره. وانت ما بتغلطش؟ عمري ما كرهت حد ولا هاجمت حد، طول الوقت تصرفاتي بتبقى رد فعل لأفعال ناس عملوها فيا. انت حقيقي قدمت الشيكات للنيابة؟ اه طبعا، وعلى فكرة ده رد فعل طبيعي جدا لامتناع أبوكي وأمك من إنهم يردوا الدين ليا. بس انت كده هتسجنهم. ما يروحوا في 60 داهية يا حبيبتي، ولا انت عايزاهم ياكلوا حقي واسكت؟ وانا يا سعد انا ما فكرتش فيا. مش انا قلت لك يا حبيبتي، مش أنا قلتلك إنك زيك زي الكنبة والكرسي دول بالظبط، لو اتكسرتي عمري ما حكي عليكي. منك لله يا سعد، منك لله. دلوقتي عرفتي ربنا؟ ما عرفتهوش من زمان ليه؟ لازم تفهموا كلكم إنه من هنا ورايح مش هسيب حقي. يا رب توب عليا من الانسولين ده بقى يا رب. ازاي ده يحصل من غير ما نعرف؟ الهبوط السريع للاسهم لسه حاصل ما بقالهوش ساعتين. يا دي المصيبه، وايه العمل دلوقتي؟ انا شايف اننا نستنى شويه ونشوف الايام اللي جايه مخبيه ايه. الكلام ده لو كنت حاطط جزء من فلوس مش كل اللي حلتي. استاذ طارق، لو التحقيقات اثبتت براءة سكرنا من كل حالات التسمم دي ممكن كل حاجه ترجع زي ما كانت. طب ولو حصل العكس؟ ساعتها يعوض عليك ربنا. يعوض عليا منين؟ انا كده هرجع شحات من اول وجديد. يا ريتني ما طمعت وحطيت كل اللي حلتي في سله واحده. ولا ايه؟ الفلوس اهي. ابني فين؟ شنواني. خد الفلوس وظبط الدنيا، اتاكد من حقي عشان اديك حقك. تلاقيش يا نعمه، 5 مليون كاملين عندك في الشنطه، مش ناقصين مليم. مش مهم، انا اتاكد رجالتي هيعدوا وادينا واقفين سوا. يعدوا؟ يعدوا ايه؟ انت اتجننتي؟ ليه؟ هو احنا ما عملناهاش قبل كده ولا نسيت؟ حبيبتي احنا في الصحراء، لو حد شافنا هتبقى مشكلة. أنا ما بهربش مخدرات، ولا اليومين دول بيقفشوا اللي معاهم عيال وفلوس. مفيش فايدة فيكي، مفيش فايدة فيكي، طول عمرك عنيدة وما بيهمكيش حد. أمال كنت فاكرني إيه؟ لقمة طرية هتمضغها وتهضمها بسرعة؟ ده أنا سمك. أنا ما أكلتكيش، افهمي بقى. أنا برضه أكلك يا نعمة. أنا كنت بحاول أحافظ عليكي. والنبي صحيح وحافظت؟ كان عندي أمل إن ده يحصل. المبلغ مظبوط. إيه هو اللي مظبوط؟ مش معقول كده على طول مستعجل. إيه دول 5 مليون لحق؟ أنا بشوفهم بقلبي قبل عينيا، والبركة في الرجالة. هات الواد. عيب يا نعمة، أنا مش هخدعك، ده أنت حبيبتي.
حبك بورس ابنك اهو. يا اخويا اصبر شويه، مش كده على طول مستعجل يا ابني؟ اصبر لسه في حاجات ناقصه. لسه في ايه تاني يا نعمه؟ ورق الطلاق يا امور. صدقني نسيت. نعم يا اخويا، انت هتستهبل؟ نسيت والله نسيت. الله اعذريني يا نعمه، المبلغ مش شويه، خدت وقت على بال ما لميت لك المبلغ، والحكايه دي نسيتني حاجات كتير كده. رجع الواد ورجع له فلوسه وما فيش عمليه. ليه بس؟ هو كده لما تبقى تجهز ابقى خد ابنك. ما تتممي العمليه يا ست نعمه، اول ما تخلصي بقى ابقى فكري في موضوع الطلاق ده. الله يكرمك خليك في حالك. بقول لك رجع الواد على العربيه ورجع له فلوسه. نعمه بلاش تعملي حاجه ممكن تندمي عليها. انا ما بتهددش، فلوسك هترجع لك، واما تجهز ورق الطلاق يبقى خد ابنك. لا ما انا ما قلتلكيش انا مش همشي من هنا الا وابني معايا. تهديد ده بقى؟ تهديد بس بالعقل. يا رجاله، الخمسة مليون دول هديه مني ليكم، قصاد انكم تسلموني ابني، والست دي ما تسمعوش كلامها. انت خريف اللي انت بتقوله ده، اتجننت. ايه يا نعم في ايه؟ فرصه عمرهم وجات لحد عندهم، ما تسيبيهم بقى يختاروا، يا اما يبقوا معايا ويقبلوا الهديه والحياه تزهزه معاهم، يا اما يفضلوا معاكي ويعيشوا مدفونين بالحياه. مقبوله الهديه يا زو؟ ايه اللي مقبوله دي؟ انت جننت؟ والاتفاق اللي بينا كلته القطه يا عسل. خد يا كبير ابنك اهو، ونصيحه مني، سلموني في العربيه بسرعه، نصيحه مني اتطلقها، اني كديه وبخيله وماسكه على الدنيا. يلا يا رجاله. استنى هنا بس. انا مش قلت لك انا ما هتندمش؟ بكره تيجي تبوسي جزمتي عشان اوافق بس اسامحك. يا ولاد الكلب اوعي تاني تتحديني يا نعمه، انا كان عندي استعداد ادفع قد اللي دفعته ده 10 مرات وما اشوفش نظره انتصار واحده في عينيكي. مش هسيبك يا نديم، والله ما هسيبك. وانا مستنيكي بس في الفيلا تيجي تبوسي رجلي عشان اوافق تعيشي تحت ظلي خاضعه وراضيه باللي انا اقرر اديهولك. باي باي. مساء الخير. سعد، انت ايه اللي جابك؟ مفاجأة مش كده؟ مفيش مفاجآت بعد اللي حصل. انت بتضحك على ايه؟ على غبائك. سعد انا مش ناقصك، كفايه اللي انا فيه. اصل منظرك وانت متضايق ومتشعوط كده يجنن بصراحه. انت جاي تشمت فيا؟ طبعا. هو ده موقف يعدي بالساهل كده يا صديقي العزيز؟ صديقك؟ قصدي اللي كنت صديقي. قبل ما تتصور بغبائك انك ممكن تخسرني وتزحزحني عن مكاني خطوه واحده بس، انت عايز مني ايه؟ عايز اقولك ان انا اللي عملت فيك كل ده بذكائي يا غبي. يوه، ما تصطادش بقى في المايه العكره. المايه العكره دي مكانك الطبيعي، ولا انت فاكر انك ممكن تستقرضني وتعمل على قفايا ثروه عمر اهلك ما كانوا يحلموا بيها واسيبك؟ انت اصلا ما تقدرش تعمل اي حاجه. يا ابني ما كل اللي حصل لك ده انا اللي عامله. وايه يعني؟ عشان مصنعك لغى التعاقد مع مصنعي، بكره 1000 مصنع تاني يتعاقدوا معايا. ومين بقى المغفل اللي هيتعاقد مع مصنع السكر بتاعه مسمم؟ كذب وتلفيق كمان. ايوه ما انا عارف، عارف انه كذب وتلفيق. بس اللي انت ما تعرفوش بقى ان انا اللي ملفقها لك. نعم؟ انا اللي خططت ودبرت وبعت ناس يعملوا فيك بلاغات عشان يخربوا بيتك يا صديقي العزيز. للدرجه دي يوصل بيك الانتقام مني؟ ده اقل واجب اعمله معاك. اخص عليه، ده انت حبيبي. ايوه بس انت ما ضرتنيش انا لوحدي، ده انت ضريت كل المساهمين.
وهم ما لهمش اي ذنب في كده. يا سلام يا سلام على قلبك الطيب. انا كل اللي املكه 20%. ايوه ما انا عارف، وعارف كمان ان 20% دول هم كل ما تملك في الحياه، وانك استلفت عليهم فلوس بالفايز. بس للاسف سمعة المصنع المنيلة مش هتخليك تعرف تسدهم. نسيت اقول لك، اصل وانا جاي في الطريق عرفت ان النيابة امرت بان المصنع يتشمع بالشمع الاحمر. يعني انت رجعت شحات تاني. الله يخرب بيتك زي ما خربت بيتي. انت اللي زنيت على خراب عشك، وزي ما بيقولوا ضربة بضربة. بس زي ما انت شايف كده، انا ضربتي بقى ضربة معلم. ربنا يوريني فيك يوم يا سعد. ده بعينك. عارف ليه؟ عشان انا اذكى منك، ولما بقع بعرف اقف من تاني، لاني اصلي ونمرة واحد مش تقليد زيك. انا برضه احسن منك، وهتشوف انا هعمل فيك ايه. انت كمان ممكن تكون نمرة واحد، بس في الغباوة وقلة الاصل مش في التجارة. بص بقى، انا نصيحتي ليك تروح دلوقتي تشرب كوباية شاي بلبن وتتغطى وتنام، تصبح على خير. ما تستهترش بيا كده يا سعد، أنا برضو طارق. أنت فعلا طارق، زيك زي الظرف الطارق بالظبط، بياخد له يومين تلاتة وبيخلص. وأنت خلاص يا طارق، يومينك خلصوا. مالك يا أشرف؟ مالك يا حبيبي؟ مش عوايدة، حابس نفسك في اوضتك ليه؟ يا ريتها جت على الحبس وبس، ده حتى الاكل ما دقهوش من امبارح. مالك يا حبيبي؟ فيك ايه؟ مفيش يا ماما، اكتشفت اني ولا حاجه. بعد الشر عليك يا حبيبي، ما تقولش كده، طول عمرك راجل محترم ومال وهدومك وقد الدنيا دي كلها. ده اللي باين للناس بس، انما الحقيقه حاجه تانية خالص. قوم يا حبيبي، قوم صلي ركعتين لله عشان ربنا سبحانه وتعالى يزيح الغمه دي عنك. مش قادر، مش قادر اواجهه. كل ما احاول اقوم عشان اتوضى واصلي الاقي نفسي مش قادر. اتغلب على الشيطان يا حبيبي، قوم اقدر عليه، انت عمرك ما عملتها. أنا من ساعة ما وافقت إن آكل من المال الحرام وأنا بعمل حاجات عمري ما عملتها. زي ما يكون رجلي جت في بير ومش هطلع منه أبدا. بعد الشر عليك يا أشرف. يا حبيبي أنت عمرك ما بصيت للفلوس، ربنا سبحانه وتعالى عالم إنك أنت كنت مضطر للعملية دي. ماما عندها حق يا أشرف، انت عمرك ما كنت بتفكر في الفلوس دي ابدا. طول عمري بكره الفلوس وبحتقرها لانها بتذل النفوس. والغريب اني لما احتجتها كرهتها اكتر، لانها خلتني ابيع مراتي وابني بالرخيص. فكرت ان بيها بقى من لهم مستقبلهم. لكن يا خساره، طلعت بجري ورا سراب. خير يا مدام حنان؟ ماله نديم؟ نديم بين الحياه والموت جوه مختار. لا حول ولا قوه الا بالله، ليه اللي حصل؟ نعمه طلقته. نعمه؟ مالها البومه وش النحس دي؟ ضربته على راسه ووقع، محدش منطق. طب وهو كويس؟ طمنين عليه. هو في اوضه العمليات جوه بقاله 4 ساعات مخرجش. طب ونعمه عرفت تهرب ولا مسكوها؟ قبضوا عليها وهتتسجن وتروح في داهيه ان شاء الله. طبعا ان شاء الله طبعا. يا دي المصيبه،
ادي اخرة المشي ورا النسوان. جيب العوايب سليمة يا رب يا رب. مستشفى خير؟ تعيش وتزور يا اخويا. انا كنت ماشيه خلاص هستناك. ماشي، مع السلامه. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابد. لا اله الا الله. ايه سماحه يا بنتي، انت مش ناويه تروحي ولا ايه؟ سي مختار هيفوت عليا. ربنا يخليكوا لبعض يا بنتي. انت هتروح؟ اروح واسيبك؟ لا طبعا، انا هستنى بره لما يجي سي مختار واقفل معاكم. تعيش يا عم بشنتي. عن اذنك يا بنتي. اذنك معاك. عم بشنتي، عم بشنتي، عم بشنتي، انت عملت فيه يا مجرم؟ صفيت حسابي معاه وهصفيه معاكي. فين حقي؟ مالكش حق عندي. بقولك ايه، انا هنا يا قاتل يا مقتول. دلني. لو ما سمعتيش الكلام ونفذتي طلباتي هغزك غزه اقطع لك بيها تذكره على الاخره. اقعد يا رجب، انت كده هتودي نفسك في داهيه. ما انا في الداهيه ذات نفسها، انا في الداهيه ذات نفسها. لكن لو سمعت الكلام وماينتي معايا واديتيني ثمن البضاعه هروح لحالي ويا دار ما دخلك شر. يلا انجزي وطلعي مفتاح الخزنه. دي امانه في رقبتي، انا ما اقدرش اتصرف فيها. شكلك كده مش باقي على عمرك يا سماح. طب اديني فرصه لغايه بكره اشاور مختار واخواته، هم اصحاب المال. انا هشاورهم واقول لك النتيجه. نتيجه؟ ولا تلميذ لسه استنى النتيجه، انا عايز حقي وقتي وقتي. عايز حقك؟ اه يا بنت المجنونه. لا استني عندي. العوني يا بنت. بس اخلصي اخلصي. انجدوني يا قلب. ما حدش هيجيلك من ايدي. اسكتي اسكتي اسكتي. يعني ايه دكتور؟ يعني جوزك مش هيقدر يمشي على رجليه تاني. للاسف الاصابه كانت جامده. انت بتقول ايه؟ انا اسف ان انا بقول لك كده، بس دي الحقيقه ولازم نواجهها. لو مفيش اي امكانيات هنا احنا ممكن نسفره بره. صدقيني بره زي جوه. ادعي له بعد اذنك. حبيبي يا نادي. ايه ده؟ سماح سماح سماح. في ايه؟ الحمد لله انك جيت. انا كنت خايفه اموت من غير ما اشوفك. بعد الشر عليك، بعد الشر عليك، انت هتعيشي بعد الشر. اسعاف، الحقونا، في واحد ضرب مراتي بمطوه. متبغت عبد الستار ليل عيل الصيرة. متبغت عبد الستار ليل عيل الصيرة. بسرعة بوس ايديك الحانة بسرعة. اوصل واي حد هيدلك. مفيش وقت، مفيش وقت يا مختار. انا حاسة اني هموت خلاص. بعد الشر، بعد الشر عليك يا ست البر. مين اللي عمل كده؟ رجب سرق الخزنة ومشي. رجب؟ وايه اللي يصدرك لعيل زي ده؟ ما ياخد الخزنه ويولع، ملعون ابو الفلوس. دي فلوسك يا سي مختار، وانا عهدت ربنا يوم جوازنا اني لازم اكون امينه على عرضك ومالك، حتى لو كلفني ده حياتي. انت اغلى عندي من كنوز الدنيا. كلامك حلو قوي يا سي مختار. بس 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 بوس ايديك ما تتكلمي. ابوس ايديكي ما تتكلميش لحد ما الاسعاف تيجي. انا حاسه اني خلاص انا هموت، وكفايه عليا اني
هموت من ايديك يا مختار. ما تقوليش كده، انت الوحيدة اللي ضحي بعمري عشانها. بعد الشر عليك، انت عمرك لسه طويل، وهتعيش وهتخلف وهتفرح بعيالك. هتعيش يا سماح، هتعيشي. انت اللي هتربيهم وتعلميهم وتكبريهم يا سماح. هتبقي امهم. كان نفسي اخلف لك عيل يفكرك بيا. اوعى تنساني مختار. بس بس أنا بس يا سماح. انا بردان اوي، انا بردان اوي يا مختار، بردان اوي. خدني في حضنك، خدني في حضنك. تعال سماح، 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 سلمت يا حبيبتي. انا نواشي، هو حضرتك مش فاكراني ولا ايه؟ والله يا بنتي من كتر الهموم اللي بتمر على الواحد ما بقتش فاكره حاجه خالص. نواشي خدمت الست سماح الله يرحمها اللي جيت لك قبل كده هنا يعني، ولما اخذ حضرتك طردتيني. اه افتكرتك، وعاش منى بقى تسامحيني. العفو العفو يا ست الحاج. اصل كنت ظنه في المرحومه ظن السوء، عشان كده طردتك. دي الست سماح الله يرحمها كانت بلسم تتحط على الجرح يبرد. بس للاسف عرفت متاخر قوي، الله يرحمها، وندمانه في يوم من الايام ان انا عملتها وحش، وطالبه من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يسامحني. هيسامحك، هيسامحك ان شاء الله. ده انت قلبك طيب وما تتخيريش عن المرحومه ابدا. مش عارفه ليه الناس الحلوه بتبعد عننا والناس الشر قاعده على قلبنا. الا قولي لي، هي مين اللي كانت واقفة هنا من شوية وخرجت؟ دي فرحة، مرات مختار التانية. والله اه، بس بيتهيألي كده انها حامل مش كده؟ اه حامل في 3 شهور، ربنا يتمم لها على خير ويعوض مختار ابني اللي اتحرم منه. يا دي النيلة، معقولة سي مختار يقع الوقعة دي؟ بالحق يا ستي، هو سي مختار فين؟ يعني عايزة أعزيه واخد بخاطره. قاعد في أوضته يا حبة عيني، حابس نفسه، مش عايز يقابل حد ولا يتكلم مع حد. طب يا ريت يا ستي تقولي له إن أنا عايزة أعزيه، وتطلبي منه إنه ما يحرمنيش من الواجب ده. ده أنا كنت خدمتهم ولا يمكن أنسى أبدا أيامهم الحلوة.
ده انت راجلي وحلم عمري اللي ما كنتش اعرف احلمه ولا اعرف احققه. انا بدعي ربنا ليل ونهار ان افضل عايشه جنبك حتى لو خدامه تحت رجليك. حبيبي ما ينفعش اللي انت بتعمله في نفسك ده يا ابني، انت راجل مؤمن وموحد بالله. مش قادر، مش قادر، كل ما التفت حواليا بلاقيها لمست ايديها في كل حاجه، شامم ريحتها في كل نفس. حتى أمي لما بغمض عينيا بشوفها وهي بتضحك. يا حبيبي الحزن مش هيرجعها، انت كده دعي لها بالرحمة وقرا لها الفاتحة. يلا حبيبي في ناس كتير عايزين يعزوك. مش قادر يا أمي، لا مش عايزة أقابل حد، مش قادر أقابل حد، سيبيني لوحدي لو سمحتي. حبيبي ما يصحش كده، في ناس كتير عايزين يعزوك وجايين من اخر الدنيا، لا نعرفهم ولا هم يعرفوني. بعد في نواشي دي مصره انها تعزيك. يلا يا حبيبي يلا، يلا يا حبيبي عشان تاخد عزا مراتك، ما ينفعش كده. طب ما كانش عشان خاطري انا، عشان خاطر سماح مراتك. حصل يا نواشي؟ البقية في حياتك يا سيد الناس. حياتي؟ انا عامل بقية حياتي وسماح مش فيها. ربنا يصبرك يا اخويا، وقادر ربنا يجمعكم في الجنة مع بعض ان شاء الله. مش قادر اتصور اللي حصل، زي ما يكون كابوس ومش قادر اصحى منه. لا حول ولا قوة الا بالله. لولا انك من ريحة المرحومة يا نواشي انا ما كنت نزلت ابدا. تعيش يا اخويا، ربنا وحده يعلم انتوا غالين عندي قد ايه. تعيشي تعيشي يا نواشي. بقى في حياتك استاذ مختار. حياتك الباقي سي مختار. ايوه نواشي، كنت عايزه اتكلم يا اخويا معاك في موضوع كده. خير؟ مش هينفع هنا، ممكن يعني نتكلم على جنب؟ وانا ناقص يا نواشي، لا عايزه فلوس ولا عايزه كام، خلصيني. لا يا اخويا فهمتني غلط، ده خيرك سابق، ده انت جمايلك مغطياني من سازر راسي. امال الموضوع يا نواشي اللي عايزه تكلميني فيه؟ عايزه اتكلم معاك في موضوع يخصك. خير يا نواشي؟ اصلي عرفت ان مراتك التانيه حامل. كان نفسي يتولد على ايدين سماح وهي اللي تربي، كان نفسي. حاسس ان الواد بقى يتيم الام من قبل ما يجي. مش كده، مش كده يا سي مختار، ربنا يخلي له امه. كان نفسي ابني امه تبقى سماح. مش لو كان ابنك بجد؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ قصدي يعني انت اتاكدت ان الولد اللي في بطنها ده يبقى ابنك؟ انت بتخرفي تقول ايه وليه انت؟ بصراحه كده يا سي مختار فيه سر عندي وانا لازم اقوله لك. سر ايه؟ اصلا يا اخويا من ساعه ما سبت الخدمه عندكم الدنيا لطشت بي، فاضطريت بقى ان انا اشتغل عند دكتوره قللت الذمه، يعني كانت بتعمل عمليات مش كويسه للستات. وانا داخل ايه بالكلام ده؟ اصل ايه؟ ما تتكلمي. اصل مراتك التانيه جت عندنا وكان معاها واحد. مراتي
واحد مين واسمه ايه؟ انا مش فاكره اسمه، لكن فاكره شكله كويس قوي. يومها الدكتوره ما رضتش تعمل لها العمليه لانها كانت حامل. حامل؟ عشان كده هو فتح علينا المطر وخلى الدكتوره تعمل العمليه بالعافيه. عمليه ايه؟ ترقيع. ترقيع ايه؟ ياسي مختار، دي حاجه كده تتفهم وهي طايره. طبعا انت اتجوزتها وهي بنت بنوت مش كده؟ انت بنت متاكده من الكلام اللي بتقوليه ده؟ ده لولا انك غالي عليا انا ما كنتش قلت حاجه زي دي ابدا، وما كنتش فتشت سرهم. دي مسؤوليه عليا، وانا لا يمكن اتبلى على حد في حاجه زي دي ابدا. بس دي كانت حامل، يعني دي انساب، يعني ابنها ده هيشيل اسمك وبعد عمر طويل هيورثك، وانا ما اقدرش اشوفك في البلوه دي ما اقولكش. فيه مختار، ايه اللي حصل؟ اللي في بطنك ده ابن مين؟ ابن مين؟ ابنك انت طبعا. كدابه كدابه، انت كنت حامل في الواد ده قبل ما تتجوزيني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لو مكدباني اجيب لك نواشي. نواشي؟ نواشي مين دي؟ نواشي مين؟ نواشي اللي كانت شغاله عند الدكتوره اياها، اللي عملتي عندها العمليه يا فاكره. طيب انت مين اللي كان معاك؟ مين ابو الواد ده؟ انطعي انطعي انطعي. رجب رجب رغني وضحك عليا، ولما حصل اللي حصل غصب عليا اتجوزك. رجب سامحني، حته عيله زيك انت تستخفزني انا؟ سامحني والله العظيم غصب عني، انا كنت بدور على اي حاجه عشان اخلص من المصيبه دي واستر على نفسي. استر على نفسك، انت شطاره. ابو سعيد ابو سعيد سامحني. انت طعنتيني بالسكينه في ظهري، ارجوك ارحمني ارحمني. انت اللي زيك ما تستاهلش الرحمه. انت طالق طالق. مختار ايه اللي بيحصل ده يا ابني؟ ان ما كنتش خايف عليها خاف على ابنك اللي ببطنها. مش ابني. مش ايه اللي ببطنها ده؟ مش ابني. امال ابني مين؟ ابن رجب. رجب رجب، يا دي المصيبة يا دي العار يا دي المصيبة. ايه؟ انا في كابوس؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل لنا ده؟ في ايه؟ خير؟ في مجموعة من المسجلين خطر تم القبض عليهم امبارح يا اشرف، فانا قلت استدعيك جايز تتعرف على حد منهم، خصوصا ان احنا ظبطنا معاهم اسلحة آلية زي اللي استخدمت في العملية بالظبط. يا ريت يا باشا اشوف. ابدأ العرض يا ابني. اه يا ولاد الكلب، انا هموتكم يا ولاد الكلب. ايه ده يا اشرف؟ ايه ده؟ مش كده؟ اهدى ازاي؟ انا بسببهم دمروا حياتي. انت متاكد من الكلام ده يا اشرف؟ انا لا يمكن انسى الاشكال دي ابدا. انت يا ابني اللي ضربت نار على اشرف باشا وهربت المساجين اللي معاه؟ مش انا يا باشا، انا اول ما اجي اشوفه. عموما احنا هنقارن الطلقه اللي في كتف اشرف باشا وعربيه الترحيلات بالاسلحه اللي معاكم، انما لو طلعتوا انتوا اللي عاملينها بقى اقسم بالله العلي العظيم لو اديكوا ورا الشمس. ده قضية أمن دولة. يالا أنت وهو أمن دولة يا باشا؟ أنا مش شعب حاجة. عموما لو في حد وزكوا على حاجة زي كده قولوا لنا، ولو اعترفتوا ده في مصلحتكم. أديني بقول لكم أهو. أنا مفيش دعوة يا باشا، أنا هوجع كل حاجة. مين اللي قال لك تعمل كده؟
انت واحد اسمه الشنواني يا باشا. شنواني مصيبه يا سعد بيه. خير في ايه؟ البورصه وقعت. وقعت ازاي؟ مش بورصتنا احنا بس، دي البورصات العالميه كلها بسبب ازمه الديون العقاريه اللي في امريكا. واحنا مالنا احنا ومال امريكا؟ مالنا ايه يا سعد بيه؟ ده في بنوك كبيره فلست وشركات كبيره هتقفل. يا دي المصيبه، يا دي المصيبه. الواضح كده ان العالم داخل على ازمه اقتصاديه صعبه جدا وهتاخد في وشها الكبير قبل الصغير. سعد بيه في اخبار مش كويسه يا فندم. مش كويسة أكتر من كده؟ المستورد الإيطالي بعت فاكس بيلغي فيه الاتفاقية اللي بيننا وبينهم عشان ضعف السيولة عندهم. دي المصيبة. ده غير إن أسهم مصنعنا وأسهم كل المصانع في النازل، الوضع في انهيار. المعلم مختار غريبة، أنت آخر واحد كنت أتخيل إنه ممكن يزورني. مقبولة، مقبولة يا ابن الناس يا متربي. دي ناس غصب عنك، انت اللي بتكلم، ما طمرش فيك المعروف يا خسيس. لا يا معلم، انت اللي ابتديت بالشر يوم ما طردتني من المدبغة زي الكلب. اديتك فرصة اكتر من مرة، بس انت حالك ميل وعمرك ما تتعدل. حال من بعض يا صديقي. اخرس، انا انضف منك ومن الف واطي زيك. سبتك تلف حول الرقبتي بمزاجي وفي الاخر تطعمني بضهري وتخطف اعز انسانه من قلبي. ما قتلتهاش، ما قتلتهاش يا معلم، دي خطه عملوها فيها اولاد الحرام عشان يخلصوا مني. بس يلا اخلص. كذاب وسخ. انت ظالمني يا معلم، وانا اللي قلت المعلم مختار هو الوحيد اللي هيصدقني. اصدقك زي ما صدقتك في فرحه بنت البنوت اللي جوزتها لي. فرحه؟ اه فرحه لا حامل منك مش مني انا. مين اللي قال التخريف ده؟ ولا بنت اعترفت بكل حاجه. انت العبيطه. انا اللي عبيط عشان صدقتك وامنت التعبان زيك. لازم تتاذي ولا انت عايز تقعد تاذي في الناس، تاذي في الناس من غير ما يجي يوم وتشرب من نفس الكاس؟ يميني ناولني رقبتك وانا قرقشها. يا عم بقى، انت والاغنياء اللي زيك فاكرين ان انتوا اشتريتوا الفقراء اللي زيي بفلوسكم. لازم يجي يوم وتتذل زي ما ذلتني. ولا انت مش من الفقراء، انت من الناس اللي اتعاملوا عشان يتشربوا زي السيجاره واتداس عليهم بالجزمه في الاخر ويموتوا. بس الموت ليك رحمه، انا مش هناولها لك. ناوي تتعدم بدالي ولا تهربني بالسجن؟ هجيب لك اكبر محامي يا رجب عشان يخرجك براها، عشان تقف قدامي راجل لراجل مع انك مش راجل. أخليك تتمنى الموت، تشتهيه من اللي عامله فيك يا رجل. بس خلي بالك بقى لا تخرجني وتيجي تقتلني أقتلك. الزيارة انتهت. هتيجي تقتلني هقتلك. كلب. تنظيم؟ تنظيم إيه؟ والله يا باشا أنا ماليه ذنب، أنا كنت مجرد واسطة. واسطة لمين يا قط؟ وحياة ولادي، وحياة ولادي. اتفضل يا أشرف باشا. انت بقى شنواني، انت اللي خططت وهربت مني المساجين؟ مش انا والله العظيم. انا امال مين يا ابن الكلب؟ امي. لا اخوه. ولا كلم الباشا عادل. يالا والله العظيم اخوك مختار هو اللي طلب مني كده، وانا نفذت المطلوب بالحرف. مختار انت كويس يا اشرف؟ اخويا لو مش مصدقني اساله. هات واعمل بينا مواجهه. لسه ما تخربش. كل حاجة راحت، كل حاجة، كل حاجة راحت من زمان، بس انت اللي ما كنتش داري. كل حاجة كنت حاسبها صح، بس الضربة المرة دي جت مفاجأة ولكل، والأزمة عالمية ومش هينفع معاها ذكاء.
ذكاء ذكاء، فلقتني يا اخي بذكائك ده، ويا ريته صح، ده انت اغبى انسان في الدنيا. خرصي. لا مش هخرص، وهتكلم وهفضحك في كل حته. اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. انا طول عمري راجل محترم، وعاري الوحيد ان ارتبطت بواحده فجره زيك. انا اشرف منك ومن 10 زيك، وانت عارف كده كويس، ولا انت هتكذب الكذبه وتصدقها؟ كذبه كذبه. المهم ايه اللي مظبوط في محاضر الشرطه؟ وكتر الف خير ان رضيت اخرجك منها. يا ريتك يا اخي ما خرجتني، كان عندي اهون اتحبس واتفضح ولا اني استبح بوشك. انت للدرجه دي بتكرهيني؟ مش قلت لك غبي؟ اخرس. انا عمري ما كنت غبي. لا غبي، وما عندكش الاخلاق ولا مبادئ، وكمان قلبك ميت. انت ايه، ما عندكش دم؟ مش عايز اسمع صوتك. انا فيا اللي مكفيني. اخرسي بقى. لا مش هخرس، وهقول للدنيا كلها ان انت مش راجل وما عندكش نخوة. يا حصالة. اللي يلبس مراته قضية شرف عشان يجبرها تعيش معاه، يبقى ما عندوش لا كرامة ولا نخوة ولا شرف. انا اشرف منك. انا ما اتلوثتش الا من يوم ما عرفتك. انت السبب في كل البلاوي اللي انا عايش فيها دي، عشانك انت دوست في الوحل ويا ريته بيتمر. انت نقطة سودة في حياتي ولازم اخلص منها، لازم امحيها، لازم اقتلها. هتقتلها رشا. رشا رشا رشا، انا ما كانش قصدي رشا. انا كنت هعاقبك شويه بس، كنت هرجع اصالحك تاني. رشا رشا رشا، قومي كلميني، قومي عشان خاطري. بلاش بلاش، عشان خاطري، عشان خاطري بنل. إسعاف؟ أنا أنا مراتي قطع النفس. اللي حصل؟ أشرف ما ينفعش، قرارك ده ممكن يدمر مستقبلك. أنا مش عايز انفعالاتك تخليك تعمل حاجات ترجع تندم عليها. خلاص يا مدحت، مبقاش ينفع الكلام. مش معنى إن أخوك أذنب يا أشرف يبقى أنت تستقيل. صدقني يا مدحت، خلاص أنا بقيتش أنفع ظابط وما استحقش الشرف ده. الكلام ده مش مظبوط يا أشرف.
أنا من رأيي تفكر شوية قبل ما تنفذ قرارك. فكرت. قول لي يا مدحت بالظبط، انتوا ناويين تعملوا ايه في القضية؟ طلع أمر بالقبض على مختار أخوك باعتباره المتورط الأول في جريمة تهريب المساجين والتحريض على قتل العساكر، وطبعا هيتم التحقيق معاه. مدحت، أنا عايز أطلب منك طلب. وأمر يا أشرف. أنا اللي عايز أطلع مع القوة عشان نروح نجيب مختار. مش عايز حد يدخل بيت العيلة. أرجوك يا مدحت. أيوة يا أشرف، بس ده هيبقى صعب عليك قوي. مش مهم. المهم أعرف أخويا عمل كده ليه. عشان ايه بالظبط تدمر حياتي؟ قلبي وجعني من كتر اللف والتخبيط، كل ما اتمنى حاجة واحاول اطولها اضيع في دهاليزها، واول ما المسها واحس انها بقت بتاعتي تروح مني. انا ربنا غضبان عليا، ربنا ما بيحبنيش. لا يا حبيبي، بالعكس ربنا بيحبك فابتلاك عشان ما تتجبرش بقوتك على خلق، بيكسرك عشان تلجأ له. اللي انت فيه ده يا حبيبي خير مش شر. خير وتسماح، الإنسانة الوحيدة اللي حبيتها من قلبي سماح. يا تسمي ده خير؟ كان لازم تتصدم يا حبيبي في اعز الناس عندك عشان تفوق من السكينه اللي سرقاك. وابني، ابني اللي طلع، طلع مش ابني. تسمي ده كمان خير يا الله؟ احمد ربنا يا حبيبي، احمد ربنا ان ربنا بعت لك اللي ينورك ويقول لك الحقيقه
قبل ما يتولد وتفرح بشوفته وتديله اسمك، ساعتها بقى جرحك مش هيبقى له دواء. ضربتين كانوا جامدين قوي يا عم، ضربتين كانوا في قلبي. يا عبيد، ربنا سبحانه وتعالى مديك فرص كتير عشان تلجأ له وتتوب. أتوب من إيه؟ أنا عملت إيه غلط؟ ده أنا بسمع كلامه. ومالك الحرام؟ بتسميه إيه يا ابني؟ ده ورث من أبويا، أمانة وسابها لي في رقبتي، ولازم أحافظ عليها وأحافظ عليكم عشان ما تتبهدلوش يا ماما. صدقيني يا أمي، والله العظيم أنا عملت كده عشان أحافظ عليكم مش عشاني لوحدي. ربنا قادر يا حبيبي يغنينا بالحلال بدل ما الحرام ما يسمم أيامنا ويخسرنا كل حاجة أكتر من كده. كنت فاكر إن الفلوس هتغنيني ومعاها مش هيبقى فيه مشكلة، بس يا خسارة ما جابتليش غير القلق والتعب في جمعها وحسد الناس وحقدهم عليا وأنا بصرفها، ما ريحتنيش زي ما كنت فاكر. في حاجات كتير يا حبيب ما نقدرش نشتريها بالفلوس، منها البركة وراحة البال. استهدى بالله يا حبيبي وسلم أمرك لربك يسلمك من كل راض يا رب. سامحيني يا أمي، أبوس إيدك سامحيني. مسامحاك يا حبيبي، مسامحاك مسامحاك. خلاص خلاص يا أمي، أنا هخلص من كل المال الحرام اللي عندي، هتبرع بيه للفقراء والمساكين، يمكن ربنا يبعد لعنته عني ويغفر. بس انت سامحيني والنبي. سامحك يا حبيبي، ان شاء الله ربنا هيغفر. مختار اشرف، تعالي اشرف، اخوك خلاص قرر ان هو يتنازل عن كل ماله الحرام مهما عمل. تفتكري ربنا ممكن يقبل من الشيطان توبه؟ ليه بتقول كده على اخوك؟ ده بدل ما تشجعه على توبته. اخويا اللي بعت ورايا مجرمين عشان يضربوا عليا نار، اخويا اللي حرم ابني من العلاج، اخويا اللي اذاني في شغلي، زودت دراعي وجريت رجلي في الحرام غصب عني، انت لا يمكن تكون اخويا. في يا اشرف، ايه الكلام اللي بقول اخوك ده يا مختار؟ رد عليا، الكلام اللي بقول اخوك ده مظبوط؟ انت وزيت الناس المجرمين دول عشان يؤذي اخوك في شغله ويموتوه؟ عملت كده عشان مصلحتنا. مصلحتنا انك تتأمر مع مجرمين على اخوك؟ اللي يقتل ممكن يعمل اي حاجه عشان مصلحته. يقتل؟ كان غصب عني يا امي، ما كانش قصدي. كمان لوست ايديك بالدم يا مختار؟ ضحايا كتير واخرهم مصطفى اللي اتهموه بداله من الظلم انتحر. انت يا مختار، انت تعمل كده؟ انت تعمل كده يا مختار؟ لا لا لا. يلا من سكات، لا فرغ السلاح في دماغك. جري يا اشرف، انت جننت ولا ايه؟ انت بتعمل ايه يا اشرف؟ وسعها من سكتي، لازم اقبض عليه. عايز تسجل اخوك بايديك؟ ما تقوليش اخونا وما تفكرنيش بالاخوه. لا افكرك، وان كان غلط في حقك فمن حقه عليك تفتكر له اي معروف عمله معاك. مهما افتكرت مش هقدر انسى انه شدني في الطريق اللي ضيع مراتي وابني. كنت خايف عليكم، افهم بقى يا اخي، كنت خايف عليكم اكتر من خوفي على نفسي. ما كانش في دماغي غير اني امن الثروه اللي هتامن لنا مستقبلنا، حتى لو كنت هودي نفسي في 60 داهيه عشانكم. حاولت ارجعك على اللي في دماغك حتى لو بالقوه، طالما شايفك ماشي غلط. وكده بقى دليته على الصح. كل واحد على قد دماغه بقى، وهزار ان في ناس دماغها شر عليها، شكلي واحد منهم. ارجوك يا اشرف اديله فرصه اخيره بحق الاخوه اللي بينا. ما اقدرش، طلع امر بالقبض عليه، واكراما لبيت العيله انا ما خليتهمش يدخلوا معايا. اكراما لبيت العيله؟ يا فين العيله دي؟ العيله راحت وخلاص.
خلاص انتهت. عمري راح عشانكم، ضيعت عمري، يا خساره تربيتي فيكم، يا خساره شقه عمري عليكم. عوضي عليك يا رب، عوضي عليك يا رب، عوضي عليك يا رب. يعني خلاص هتسجله بايدك؟ ده امر ولازم انفذه. وانا مش هنزل لك كلمه عشره، انا لا هقاوم ولا ههرب. خلاص تعبت من لف ودوران، عايز اهدى بقى. يمكن السجن يكون لي دواء. انا همشي، همشي يا امي، همشي عشان ترتاحوا مني. تفضل يا اشرف، انا جاهز يا اخويا. اشرف بتعمل ايه؟ انا عليك اخوك تحط الحديد في ايده. يلا مختار، مختار، مختار. سامحيني يا امي، سامحوني كلكم، والله كانت نيتي سليمه بس خانتني الطريقه. معلش بقى، عيل جاهل وغلط. مختار،